إذا كنت تحب السلام ودائماً تعمل عليه في بيتك وحياتك الشخصية، إذا كنت تحاول دائماً أنك تصلح بين المتخاصمين وتصرف من وقتك وجهدك ومالك علشان تصلح الناس مع بعضهم البعض، إذا كنت تفكر بأن يعم السلام في العالم كله وخصوصاً في منطقتنا العربية، وتتمنى وتفكر بكل طريقة علشان يحل السلام بين العرب واليهود والمسيحيين والمسلمين إلى آخره، حب السلام لأجل السلام. عارف إيش يقول لك الرب؟ اسمع أحلى كلام من قلب الرب لقلبك أنت. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. متى 5:9.